طيب التأمينات وأصحاب المعاشات والعلاوات الخمسة وصرفها اللي بدأت من سبتمبر، من شهر 9، من أول شهر 9، الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات عشان ياخدوا العلاوات الخمسة بتاعتها هتبدأ، أو هيئة التأمينات الاجتماعية أعلنت عن التواصل الصرف الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات المستفيدين. طبعا بتطمن كل أصحاب المعاشات إن ده هيكون في وسط إجراءات احترازية وأمان ليهم. طبعا عارفين يعني كبار السن المفروض يبقى فيه معاملة خاصة ومراعاة لظروفهم الصحية وضعف مناعتهم والحاجات كتير. بس احنا عايزين نطمن حضراتكم اللي لسه ما صرفش الدفعة الثانية أو لسه ليه مستحقات هتتصرف الشهر ده إن شاء الله.